انطلقت صباح اليوم بمدينة الداخلة فعاليات ملتقى إسباني مغربي للاستثمار، وهو منتدى ضخم للأعمال بين المغرب وإسبانيا، وذلك بحضور كبار الشخصيات الاقتصادية الإسبانية والمغربية. ويهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والنهوض باقتصاد الجهة والتعريف بمؤهلاتها وفرص الاستثمار. بدلاوي نوردين، مستثمر مغربي إسباني، من المحظوظين اللي تحت الفرصة أنني نكون في هذا اللقاء الرائع اللي كيبين على العلاقة الوطيدة ما بين إسبانيا والمغرب. وكما اشترت من قبل، أنا من الناس اللي استثمرت هنا في القطاع الصحي وبشراكة مع جهات الدخلة والذهب. نرجو أن تكون درس هذا الملتقى، يكون درس لجميع المستثمرين المغاربة اللي عندهم طاقة هائلة لا سيما في إسبانيا، أنهم يجيوا يستفدوا من هذا الملتقى. وهنا منطقة جداخلة، احنا عندنا علم أنها البلاتفورم ما بين إفريقيا وأوروبا. يهدف المنتدى الذي ينظمه مجلس جهة الداخلة وادي الذهب بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة إلى تسليط الضوء على ما تزخر به الجهة من فرص للاستثمار، كما يروم إلى عقد لقاءات بين المقاولات والفاعلين المؤسساتيين لتيسير قضية الاستثمار بجهة الداخلة وادي الذهب. Gracias por la invitación al Foro de Marruecos en España. Estamos aquí para poder proponer a nuestros empresarios españoles de poder invertir aquí en Dakhla, sobre todo en el tema turístico, hotelero e industrial. الحدث الاقتصادي الهام يجمع شخصيات عمومية وخاصة ومستثمرين ورجال أعمال من أجل تبادل تجاري مثمر، وكذا مناقشة مختلف الفرص التي من شأنها دعم تطور الميزان التجاري بين المغرب وإسبانيا. معكم أشرف مقطن مدينة طرابونا كاتونيا الإسبان، وحنا كمستثمرين مغاربة اللي كنتمناو إن شاء الله نلقاو داك الشيء اللي بغينا باش نعطيو الجهد ديالنا. حنا الحمد لله هاد الساعة هادي كنستثمرو في مجال العقار ومجال الفلاحة. جينا مع واحد جروب اللي هو إسبانو ماروكي، اللي هما أكثر من 176 إسبانيول، حنا 3 و4 ديال المغاربة اللي معاهم. وحنا هاد الساعة هادي مركزين على المجال ديال السياحة، اللي هو غادي يكونوا بعض لي زوتيل، كيكونوا لي ريزورت، كيكونوا اللي هما بحال واحد الكونسيبت جديد إن شاء الله اللي غادي يخلي السياحة تزدهر في هاد المدينة هادي ونعرفوا بها على شلة في إسبان وفي أوروبا. هدى بوتولوت، مديرة قطب التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي. لقد تشرفنا اليوم بتقديم فرص الاستثمار والمؤهلات الاقتصادية بمنطقة داخل وادي الذهب خلال المنتدى الأول المغربي الإسباني هنا بقصر المؤتمرات بمدينة الداخلة. فقد قام المركز الجهوي للاستثمار بالتعريف بالمؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها المنطقة، كما قمنا بالتطرق إلى مجموعة من فرص الاستثمار في العديد من المشاريع. هذا الحدث العالمي الاقتصادي الذي ينظم بالأقاليم الجنوبية للمملكة جاء مباشرة بعد موقف الحكومة الإسبانية الداعم للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. المنطقة الاقتصادي سيعرف تنظيم لقاءات للتشبيك بالإضافة إلى زيارات ميدانية للاطلاع على المشاريع المنجزة بجهة الداخل وادي الذهب، وكذلك فرص الاستثمار الواعدة بهذه الجهة الغالية على قلوب المغاربة. المنتدى ديال الاستثمار ما بين اسبانيا والمغرب جاء من بعد قرار الحكيم والمعقول ديال الحكومة الإسبانية على الاعتراف ديال الموقف المغرب في المناطق الصحراوية. وهذا العلاقات يعني ما بين اسبانيا والمغرب هي عندها اسس. اولا هي اسس ديالها هي العلاقه اللي كاينه ما بين الجغرافيه والتاريخ، بحيث نعلم ان ما يمكنناش نغيروا الجغرافيه. فالرؤيه النيره ديال صاحب الجلاله نصره الله
وديال رئيس الحكومه الاسباني قرروا باش يصنعوا تاريخ جديد ومزدهر للشعبين بجوج. المنتدى المغربي الاسباني هو تكريس لمغربيه الصحراء واعتراف كبير بأن الصحراء مغربية وأن المغرب في صحرائه باستثماراته وباقتصاده القوي وبيده المفتوحة للعالم.